جامعة حلبجة احتضنت مراسم افتتاح النسخة الأولى لبطولة الأولمبياد على قاعة كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية، وذلك بهدف الاهتمام بالحركة الرياضية في المحافظة وجمع الرياضيين في جامعة إقليم كردستان تحت مظلتها. هذه هي البطولة الأولى لأولمبياد الجامعات في تاريخ العراق. منذ عام نقوم بالإعداد لإجراء هذه البطولة مع وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان، والهدف منها تعارف اللاعبين في مختلف المجالات الرياضية والتعرف عليهم لكسبهم وإدخالهم في المنافسات والبطولات الوطنية، والاهتمام بطاقات الشباب في الألعاب الأولمبية في كليات الرياضية التابعة لوزارة التعليم العالي. وأولمبياد لنا وزارة خندني بالا بتشسبين. يشارك في البطولة 17 فريقا قدموا من مختلف الكليات والأقسام الرياضية في جامعة إقليم كردستان لإنجاح البطولة والعمل على تقدم مستوى لاعبيها. ديانا خوي بو خوي كرانويكي زور باشا بريها موزان كوكاني كردستان وناوشكدا. بطولة الأولمبياد تضم جميع المجالات، وبالتأكيد تسهم في تقدم الرياضة في كافة المجالات الرياضية داخل مدينة حلبجة وفي جميع الكليات الرياضية، وتبرز الطاقات وأصحاب القدرات الرياضية العالية، وهو انفتاح كبير بوجه اللاعبين في الكليات الرياضية. شاركنا في الأولمبياد من جامعة السليمانية في رياضة الكاراتيه والسلة والشطرنج مع السباحة وألعاب الساحة والميدان والمنضدة، وهذه البطولة هي الأولى لأولمبياد الجامعات، وهي بداية جيدة لطلبة الكليات والأقسام الرياضية، توفر لهم فرصة إبراز طاقاتهم وقدراتهم الرياضية، وأتمنى أن تستمر البطولة في الأعوام القادمة. زانکو پیمانگاکانی هریمی کردستان دست پیش چی باشه با خوانکاران. وتبدأ المنافسات في كافة المجالات الرياضية بين الفرق المشاركة في البطولة في يومها الأول، وتشمل ألعاب السباحة وكرة المنضدة والكاراتيه بالإضافة لكرة الصالات، وتستمر المنافسات لمدة 5 أيام. لقناة زاغروس تي في أمير سليم، حلبجة.